أكد رئيس الأمن العام اللواء طارق بن حسن الحسن خلال مؤتمر صحفي أن إحباط عملية تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية وهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في جو والقبض على متورطين بارتكاب أعمال إرهابية أخرى تمت على مستويين في البر والبحر، وأن العملية أسفرت عن مقتل عدد من المطلوبين. بيان وزارة الداخلية حول إحباط تهريب مطلوبين في قضايا إرهابية وهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في جو والقبض على المتورطين بارتكاب أعمال إرهابية أخرى في إطار الجهود المبذولة لحفظ الأمن والنظام العام ومكافحة الإرهاب، وانطلاقا من الحرص على إطلاع الرأي العام على مستجدات الوضع الأمني، تم تنفيذ عدد من العمليات الأمنية صباح هذا اليوم، كما لا يزال البعض منها مستمرا حتى ساعة إعداد هذا البيان. بداية تم تشكيل فريق أمني مشترك من مختلف الجهات الأمنية شارك فيها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وقوة الأمن الخاصة بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني، وذلك على أثر وقوع عدد من الأحداث الإرهابية والتي من بينها تعرض مركز الإصلاح والتأهيل في جو صباح الأول من يناير 2017 لهجوم مسلح باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات، أسفر عن استشهاد الشرطي عبد السلام سيف أحمد وإصابة آخر بالإضافة إلى هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية، واستشهاد الملازم أول هشام حسن محمد الحمادي بطلق ناري في منطقة البلاد القديم بتاريخ 29 يناير 2017، وكذلك إطلاق النار على موقع لدورية أمنية بالقرب من قرية بني جمرة والذي أسفر عن إصابة أحد رجال الأمن بتاريخ 14 يناير 2017 ميلادية. وقد قام الفريق المشترك بالعمل على جمع المعلومات وتحليلها ومباشرة أعمال البحث والتحري والاستدلال وتأكيد المعلومات المتوفرة وتتبع الخيوط التي يمكن أن تساعد في التوصل للهاربين، وكذلك العناصر التي قامت بمساعدتهم والوقوف على تفاصيل العملية من حيث المتورطين وعمليات التمويل والتخطيط، وذلك في إطار عمل مستمر وجهود مشتركة، وعليه تمت العمليات الأمنية على مستويين في البحر والبر. العملية الأولى تمثلت العملية في إحباط تهريب عدد من المطلوبين في قضايا إرهابية والهاربين من مركز الإصلاح والتأهيل في جو باستخدام قارب كان متجهاً إلى إيران. وتمت العملية على أثر معلومات أمنية من خلال الرصد والمتابعة الحثيثة وجمع وتحليل المعلومات. وقد تمكنت القوة المشتركة عند الساعة 5:28 من صباح اليوم 9 فبراير 2017 من رصد القارب في المنطقة الواقعة جنوب ميناء خليفة، ورغم إنذاره ومحاولة استيقافه امتنع عن الوقوف وقام بتغيير خط سيره للشمال، الأمر الذي استدعى مطاردته وتوجيه الدوريات الاعتراضية لتطويقه والسيطرة عليه. وفي تلك الأثناء بادر الهدف القارب وتحديداً في المنطقة الواقعة شمال شرق قطعة جرادة بإطلاق النار بكثافة على الدوريات، حيث تم الرد المباشر على مصدر النيران وفق الضوابط القانونية المقررة في مثل هذه الحالات، وتمت السيطرة على القارب. العملية أمامكم. تم رصد القارب على أثر خروجه من فرضة منطقة سترة الصناعية ومطاردته من قبل دوريات خفر السواحل وطيران الشرطة ومحاولة اعتراضه واستيقافه، إلا أنه لم ينصاع للتعليمات والأوامر واستمر في تحركه، ثم عند محاولة التقرب منه وقطع الطريق
بادر القوة بإطلاق نار باتجاه دوريات خفر السواحل لكثافة. شاهد إطلاق النار من قبل الطراد. أثر الطلقات في دورية خفر السواحل. هذا وقد أسفرت العملية عن مقتل كل من المدعو رضا عبد الله عيسى الغسرة 29 عام محكوم بالمؤبد بالإضافة إلى 79 سنة. 2 المدعو محمود يوسف حبيب حسن يحيى 22 عام. 3 المدعو مصطفى يوسف يوسف عبد علي 35 عام. كما تم القبض على كل من المدعو محمد جاسم العابد 28 عام مصاب ومشتبه بتورطه في الاعتداء على مركز الإصلاح والتأهيل وتهريب المحكومين. 2 المدعو محمد جاسم العابد 28 عام مصاب ومشتبه بتورطه في الاعتداء على مركز الإصلاح والتأهيل وتهريب محكومين. 3 المدعو حسن علي محمد فردان شكر 22 عام مشتبه بتورطه في الاعتداء على مركز الإصلاح والتأهيل وتهريب محكومين. 4 المدعو هاني يونس يوسف علي 21 عام مشتبه بتورطه بعملية تهريب المحكومين ونقل الأسلحة ومتفجرات. 5 المدعو أحمد علي أحمد يوسف 20 عام مشتبه بتورطه بعملية تهريب المحكومين ونقل الأسلحة ومتفجرات. 6 المدعو علي حسن علي صالح 38 عام مشتبه بتورطه بعملية تهريب محكومين ونقل الأسلحة ومتفجرات. 7 المدعو أحمد عيسى الملالي 23 عام مشتبه بتورطه بعملية تهريب محكومين ونقل الأسلحة ومتفجرات. هذا وقد ضبطت بحوزة المذكورين أدلة مادية تثبت بأنهم كانوا على تواصل مع عناصر إرهابية في إيران قبيل القبض عليهم مباشرة، كما أفادوا لدى تسجيل أقوالهم بوجود عناصر إرهابية كانت تنتظرهم خارج المياه الإقليمية لتوصيلهم إلى إيران، كما عثر بحوزة المقبوض عليهم على سلاح رشاش كلاشينكوف والذي تم من خلاله إطلاق النار على الدوريات، وجهاز تحديد المواقع GPS، وهاتف اتصال عبر الأقمار الصناعية ثريا، بجانب بطاقاتهم الشخصية ومبالغ نقدية وملابس ومتعلقات شخصية. العملية الثانية، وفي عملية موازية تم القبض على 2 هما 1 المدعو علي محمد علي العرب 23 عام، وهو المشتبه الرئيسي بارتكاب العمل الإرهابي الذي أسفر عن استشهاد الملازم أول
هشام حسن محمد الحمادي بطلق ناري في منطقة البلاد القديم، وكذلك إطلاق النار على موقع لدورية أمنية بالقرب من قرية بني جمرة أدى إلى أحداث إصابات بليغة في أحد رجال الأمن، بالإضافة إلى المشاركة في تهريب محكومين. 2 المدعو أحمد محمد صالح الشيخ 26 عام محكوم 73 سنة وهارب من مركز الإصلاح والتأهيل، وقد عثر بحوزة المقبوض عليهما على 3 مسدسات وسلاحي رشاش كلاشينكوف. وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تمهيداً لإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة. هذا وما زالت أعمال البحث والتحري وعمليات الرصد والتتبع جارية للقبض على بقية المطلوبين من المحكوم عليهم والهاربين، وهم 1 المدعو عمار عبد الله عيسى عبد الحسين 28 عام محكوم بالمؤبد بالإضافة إلى 2 سنة. 2 المدعو محمد إبراهيم ملا رضي الطوق 26 عام محكوم 28 سنة. 3 المدعو حسن عبد الله عيسى عبد الحسين 24 عام محكوم مؤبد. 4 المدعو عيسى موسى عبد الله حسن 24 عام محكوم بالمؤبد. 5 المدعو حسين عطية محمد صالح 37 عام محكوم بالمؤبد. 6 المدعو صادق جعفر سلمان حسين 27 عام محكوم بالمؤبد بالإضافة إلى 41 سنة. 7 المدعو عبد الحسين جمعة حسن أحمد العنيسي 31 عام محكوم بالمؤبد. 8 المدعو حسين جاسم عيسى جاسم البناء 27 عام محكوم 43 سنة. حفظ الله البحرين من كل سوء.